نهار الخميس 29 شتنبر 1994 ما كانش نهار عادي في الجزائر، وما كانش نهار عادي عند جميع المحبين ديال اغاني الراي اللي بدون منازع الاصل ديالها هي الجزائر، هاد البلاد اللي خرجت منها مجموعه كبيره من اكبر المغنيين ديال الراي اللي تعتبروا المحبين ديال هذا النوع الموسيقي كثار ومنتشرين في جميع انحاء العالم، حتى في الدول اللي كامل تفهموا العربيه. هاد النهار هو النهار اللي توفى فيه واحد من عمالقه فن الراي واحد المؤسسين ديالو بالقرطاس، وبه فقدوا عشاق الراي اهم رمز للاغنيه العاطفيه. مرحبا بكم في قناتكم حيتيات، وفي هذه الحلقه غادي نتكلموا على الشاب حسني مالك سنتيمونتال. الاسم الكامل ديالو هو حسني شقرون، ولكن اللقب باش يعرفوا كلشي هو الشاب حسني. هو مطرب جزائري معروف في العالم كامل، زاد في 1 فبراير 1968 في حي الصديقيه في قنبيطه كما تيسميوها الفرنسيس اللي هي مدينه وهران دابا. كانت العائلة ديالو فقيرة وما تزادش في شي عائلة كبيرة، كان الأب ديالو غير حداد ودس عليهم تمارة، دس عليهم الأزمة ديال بصح. داكشي اللي خلى الأب ديالو ملي كان صغير بدا تيحلم باش يكون ولدو حسني يكون طبيب مثلا ولا محامي، ولكن حسني كان دائما تيحلم يلعب الكرة. كان الله يرحمو تيعشق كرة القدم، وكان فري في واحد الفترة تيلعب مع فريق جمعية وهران. بدا معاهم ملي كان في عمرو 9 سنين حتى دار 15 سنة، واضطر يحبس ما يلعبش الكرة حيت تضرب في واحد الماتش وتهرس ليه الفك السفلي ديالو. فهاد المده اللي كان تيتعالج فيها وبحكم بدا غير تياكل وتينعس تزاد الوزن ديالو بزاف، وهادشي اللي خلاه مالوغوزمو ملي برا وبغى يرجع يلعب الكره ما قدرش. شاب حسني كان تيغني من قبل يعني مع الاصدقاء ديالو ومع الناس المقربين ليه، ولكن فهاد الفتره هادي خصص وقت طويل وخصص وقت كافي زعما للموسيقى قبل من الاول، ولا تيغني بكثره، وهادشي اللي خلاه يغني كأول مرة في عرس ديال الأخ ديال الصديق ديالو. غنى واحد الأغنية شعبية جزائرية قديمة ومعروفة اللي هي أغنية المرسم، وتما عرض عليه الصديق ديالو يبدا يغني في واحد البواط كانت عنده مع واحد المجموعة كانت مشهورة سميتها جوهرة. قبل يبدا يغني حيت كان خرج من القراية حتى هي بعد ما كان تيقرا في الكاتريان، وبقى هكاك حتى 1986 فين تلاقى مع واحد الموزع كان تيتمزك ليه ديما في هذيك البواط، وتما سجل اول ديسك ديالو مع الفنانه ديال الراي المشهوره شابه الزوانيه. ومن تما بدا النجاح ديالو والمسيره الشيقه ديالو، حيت خرج 150 البوم غير في 8 سنين. في 1990 دار 10 ديال الكليبات مع واحد الشركه فرنساويه، وفي 1992 دار اول جوله عالميه في بزاف ديال الدول الاوروبيه، وفي 1993 دار 5 ديال الكليبات، وفي 1994 تم اغتياله. شاب حسني مات هو في عمرو 26 سنه، والموت ديالو مازال ليومنا هذا ما مفهوماش، حتى واحد ما عنده عليها شي دليل. يعني تقتل بطريقه المافيا بطريقه احترافيه، تيقولوا روايات باللي قتلوا شي قناص، وتيقولوا روايات اخرين بان قتلاتو شي جماعه متطرفه كما وقع موراها المخرج رشيد بابا. حتى هو تقتل بنفس الطريقه الهوليوديه باش تقتل حسني. شاب حسني مات وخلى معجبين كثار من موراه، وكان هو السبب اللي خلى بزاف ديال الناس اخرين يبداو يغنيو حتى هما، وداروا لراسهم اسماء كبيره في فن الراي. قتلوه في الوقت اللي كان يلاه تزاد عنده وليد صغير سما عبد الله، حيت كان تزوج ملي كان في عمره 19 سنه، وعانى حتى هو بزاف ملي يلاه تزوج، وهذا الشيء كان تيعبر عليه في الاغاني ديالو اللي تتعلق بحياته الشخصيه. كان انسان خلوق ومحبوب، والكبير والصغير تيعشقوا بالبساطه ديالو والنبره ديالو الحزينه اللي كانت سر وراء التالق ديالو، حيت في الوقيته ديالو كان تينافس بمغنيين عالميين من ناحيه عدد البومات اللي تتباع ومن ناحيه الاغاني اللي تيخرج. وحتى الشاب خالد وشاب مامي اللي كانوا في الوقيته ديالو حتى هما كانوا تيحاولوا ينافسوه، ولكن في الاغاني العاطفيه ما كان حتى شي واحد يقدر عليه. اما فيما يخص كيفاش احتمد الشاب حسني، تيقول الكاتب الفرنسي باتريك فوريستي في الكتاب ديالو لالجيري دو كوشمار بلي الشاب حسني كان ضحيه ديال واحد الجماعه مسلحه. هادشي عرفو الكاتب من اعترافات مباشره قالها ليه واحد من ديك الجماعه اللي كان هرب لفرنسا حرب. قال ليه بلي كانوا مستهدفين بزاف ديال الناس اخرين قتلوهم حتى هما من غير الشاب حسني، وقال ليه بلي السبب الرئيسي باش قررت هاد الجماعه تقتلو هي بسبب الاغاني ديالو. نهار جاو يقتلوه حسب الروايه ديال هاد الشاهد هذا، كانوا حطوا ليه فردي في راسو وقالوا ليه خاصك تحبس الغنى ما تعاودش تغني حتى شي بلاصه ولا يقتلوه. ناض هو مشى يديكلاري بهم عند البوليس، ولكن واحد البوليسي قال ليه بالحرف بلي الحل الوحيد اللي عنده هو يحاول يخوي الجزائر ولا غادي يقتلوه، حيت البوليس قال ليه ما عندهم ما يديروا. في ديك الوقيته كانت الجزائر فيها مجموعه من الصراعات والمشاكل، وداكشي اللي وقع كما سبق وقلنا في الفيديو. نهار الخميس 29 شتنبير 1994 تم اغتيال المرحوم حسني شقرون المعروف بالشاب حسني، هرم الموسيقى العاطفيه في فن الراي. ديال الفنانين اخرين في العالم كانوا ضحيه ديال اغتيالات بحال توباك مغني الراب المشهور، والقصه المشهوره ديال الاغتيال ديالو.
نقدروا حتى نخصوا ليها شي حلقه ان شاء الله الا عجبكم هذا الشيء، تيكون الاغتيال ديالهم بسبب تصفيه حسابات وتاديو فيها في ضريبه الشهرة. جاب حسني الله يرحمه واحد من الفنانين اللي قتلوا الفن ديالو. كانت هذه الحلقه ديال اليوم، خليو لنا ارائكم في التعليقات، ولا كنتي من المعجبين ديال الشاب حسني خلينا الاسم الاغنيه اللي كانت عزيزه عليك، ولا كنتي اول مره تشوفنا ما تنساش دير سابوني واستعمل هذوك البوطونات نتاع لايك الى عجبك هذا العجب، والا ما عجبكش هذا الشيء دير ديسلايك وبارطاجي بارطاجي بارطاجي. والسلام عليكم ورحمه الله.